أما بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، فالنهاردة هيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وكمان النهاردة هيتم افتتاح فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، كمان في مباريات مهمة في الجولة 31 لمسابقة الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيكون في مؤتمر صحفي الساعة 11:30 الصبح للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. كمان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أعلنت إنه النهاردة آخر يوم لاستقبال المتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجات وخريجي دفعات 2019-2020-2021. وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة. برضو النهاردة هتنطلق فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الساعة 8 بالليل على مسرح المحكة. هتستمر الفعاليات لحد يوم 31 أغسطس، وفي حفل الافتتاح هيتم تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي. النهاردة كمان هتنطلق منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، هيكون في مباراتين مهمين. فريق MP هيواجه طلائع الجيش الساعة 6:30 بالليل على استاد بتروسبورت، وإسترن كامباني هيواجه الأهلي الساعة 9 بالليل على استاد المقاولين العرب.